كهربا انه بيختار الاماكن الصح، الاماكن اللي ممكن تساعده انه يسجل اهداف. دي الحقيقه ميزه كبيره جدا جدا، عشان ما نتكلمش في حته التوفيق ونسيب الحته الثانيه المهمه جدا هي تحرك اللعيب. ما هو تحرك اللعيب هو اللي بيخلق الفرصه. انا بتحرك في المكان الصح فبالتالي بيتخلق لي فرصه. مباراه وعدت، الكباتن اتكلموا عليها تمام، وخلاص انت كسبت الماتش فعملت اللي انت عايزه. ليست بروفا للمباراه اللي جايه، لان الفريق مختلف، الكواليتي مختلفه، الامكانيات مختلفه، الوضع مختلف، البطوله نفسها مختلفه تمام، وضعك انت كمان في البطوله مختلف، فبالتالي انت مباراه غير مباراه تماما. انت خرجت من المباراه دي من وجهه نظر الشخصيه انت 100% خلاص انت كسبان، انت مش عايز حاجه، انت مش عايز حاجه من الماتش غير انك تكسب، وده اللي انت نجحت انك تحققه النهارده في مباراه كانت من وجهه نظري يعني مباراه ما فيهاش كوره حلوه كتيره، يعني مباراه متلعبكه كتير جدا جدا. فالنهارده مبروك الاهلي الماتش ده، الماتش الجاي طبعا ماتش صعب. معانا الكهرباء بالجايزه والزار محمد شريف كان رايح ياخدها منه. ده علي لطفي ده وشي ده. لا قبلها كان محمد شريف. والله؟ يعني هو كهرباء خد المان اوف ذا ماتش. هتشوف دلوقتي محمد شريف يعني هو لحق ولا ايه؟ والله يمكن يقسموها يا كابتن. لما تيجي تسالنا على احسن لعيب نبقى نقول لك. ما تقوليش اربعه. هقول لك بس. اتفضل يا كابتن بلال. كل هم كلهم بيتصوروا مع كهرباء. فمباراه يا كابتن اللي جاي مباراه صعبه طبعا اكيد، يعني على كل المستويات طبعا، فريق مختلف، قدرات مختلفه، امكانياته في الوقت يعني في الوقت الحالي مع في الدوري المغربي هو تقريبا الرابع اعتقد او الخامس. الخامس اعتقد، يعني برضو الفروقات مش كبيره خد بالك، كانه خمسه، بس لو ما تبص على جدول الترتيب هتلاقيه 35 والفرق اللي قدامه يعني مش كبيره قوي، يعني ممكن يبقى ثالث رابع يفنش يعني، وممكن يبقى تركيزه خد بالك ممكن يبقى تركيزه في بطوله افريقيا برضو لانه ممكن. مهمه جدا بالنسبه له، اهم من الدوري العام. ولكن على كل المستويات هو فريق جيد، يعني الفرق المغربيه تطورت بشكل كبير جدا جدا كتكتيك في الفترة اللي فاتت ده يا كابتن، يعني صحيح. الفرق لا يستهان بيها، تقدر تلعب كرة مميزة، أعتقد هم ممكن يبقوا أكثر تنظيما من بعض الفرق المصرية اللي أنت بتلعبها، فالمباراة هتبقى مختلفة شوية، والمباراة على ملعبك خد بالك. شمال أفريقيا خلي بالك مختلفة. خد بالك في نقطة مهمة جدا يا كابتن أيمن، المباريات لما بتبقى المباريات الذهاب على ملعبك أنت بتبقى مختلفة شوية، لأنه الفرقة التانية عندها إمكانية إن هي تنزل تدافع وتغير من سلوكها وادائها وطريقه لعبها في مباراه الذهاب، لان انت لسه برضو انت لسه في افريقيا ماشي بنظام التعادل، يعني الاهداف في حاله التعادل، فده يخلي الماتش يصعبه شويه، يصعبه لانك عايز تكسب. لعيبه النادي الاهلي مع مؤمن زكريا كابتن بعد المباراه. لقطه جميله، انا شفت مؤمن كمان على الدكه. ما هو من ضمن يعني المسؤولين في النادي. شفته يعني من ضمن الجهاز يعني. حاجه جميله لعيبه النادي الاهلي مع مؤمن زكريا، يعني ربنا يعافيه ويعفى عنه يا رب. يا رب يا رب ان شاء الله. هو يعني بني ادم جميل جدا جدا، وكان لاعب جميل، وكان لاعب مهم جدا جدا جدا، ربنا يعافيه ويعفى عنه يا رب، ويديله الصحه يا رب ان شاء الله. ربنا.